صباح الخير منى، ومرحبا بكل مشاهدي قناة نسمة وكل مستمعينا على الإذاعات الشريكة. كما قاعدين تشوفوا توا احنا متواجدين قدام المحكمة الابتدائية تونس واحد، قاعدين نتابعوا في قضايا اليوم. فما برشا ناس قاعدين يتوافدوا اليوم على المحكمة. باش يدخل معنا توا الأستاذ الأسعد موسى، محامي لدى الاستئناف، باش يعطينا فكرة على قضايا اليوم، كيفاش يعدي المحامي نهاره بين المحكمة وبين القضايا، وكذلك على علاقته بالحريف. يتفضل معنا الأستاذ الأسعد موسى المحامي. صباح الخير أستاذ. مرحبا بك، صباح الخير. إذا لو كنت تعطينا فكرة على كيفاش يعدي اليوم المحامي نهاره. المحامي ساعة يسمو يحضر نهاره قبل كل شيء، قبل ما يجي يعرف شنو الجلسات اللي عنده، لأنه يجب يكون متواجد في عدة محاكم في آن واحد، لذلك يجب ينسق مع المساعدين نتاعو، مع الكاتبة نتاعو، والأكثرية مع زملائه. وبالتالي المحامي كيبدا هاب تعرف انت شنو عنده جلسات فيهم باش يحضرهم، جناحي، مدني، شخصي، بجميع تنوع القضايا. وبالتالي هو يكون الاكثريه يجري ما بين قاعات الجلسات، فهمت، بتعدد اختصاصاتها، وكذلك ما بين مختلف المحاكم. يبدا في تونس لازم يكون في اريانا، لازم يكون محكمه النوبه، لازم يكون في محكمه السناف، لازم في التعقيب. بالتالي لازم تنسيق كبير ومجهود كبير من تيم المحامي باش ينجم يوفق بين مختلف الجلسات ومختلف متطلبات حرفائه. علاقتكم انتم كمحامين بالحريف؟ هي علاقه معناها قريبه الى بعض الحدود. المحامي انت هو اقرب شخص للانسان، المحامي يعرف اسرار الشخص ذاك، المواطن يتمن اسراره عند المحامي، يتصل بالمحامي في اي وقت، اذا كان فهمتي في الليل ولا في النهار، فهمتي في اي ساعه، وسطوته بعد التنقيح نتاع مجله الاجراءات الجزائيه، انه اي شخص يقع ايقافه فمن حقه الاتصال بمحامي في اي ساعه وفي اي وقت. وبالتالي فهمتي فعلاقه المحامي بالمواطن هي علاقه قريبه الى ابعد ما يكون. عندما يتخلى الناس كل على الشخص، ما يلقى فهمتي في الاخير كان محاميه للدفاع عن حقوقه وللدفاع عن مصالحه. بالنسبة للمحكمة الابتدائية تونس واحد، نعرفوا أن المحكمة نجم نقولوا رقم واحد من ناحية معناتها عدد القضايا واللي تتوافد عليها من مختلف ولايات الجمهورية. شنو تنجم تقول في الإطار هذا؟ محكمة تونس هي محكمة ممتازة، محكمة تونس هي محكمة ممتازة ومحكمة فهمتي معناها عريقة، وإذا راجع معناها لعدة أسباب. أولا الأسباب تتعلق بالاختصاص الحكم المحكمة الابتدائية، فما قضايا مختصة بهم كان محكمة الابتدائية بتونس. واثنين زاد هي محكمة العاصمة وفيها الكثافة السكانية الأعلى، وبالتالي النسبة الكبيرة من المتقاضين في تونس يجيوا فهمت المحكمة الابتدائية بتونس. هذا هي معناها الأسباب الرئيسية، أنه أكبر عدد قضايا موجودة في المحكمة الابتدائية بتونس بقصر العدالة ببنات. أعطينا فكرة على مختلف القضايا اللي تشرف عليها من المحكمة الابتدائية تونس واحد. هي قضايا متعددة من التجاري، الشركات التجارية، للمدني، للجنائي، للجزائي، للأحوال الشخصية، أي قضايا متنوعة إلى أبعد الحدود واختصاصات متعددة حسب طبيعة النزاع فهمتني المطروح أمامها. إذا كما كنا نشوفوا منى، الأستاذ الأسعد موسى المحامي أعطانا فكرة على علاقة المحامي بالحريف، أعطانا فكرة كيفاش المحامي يعدي نهاره بين المحكمة وبين القضايا. أي الأستاذ يحب يذكر بحاجة؟ نحب نذكر اللي احنا السنة نحتفلوا بمرور 120 سنة على فهمتي المحامي التونسي، اليوم احنا نحتفلوا بعيد ميلاد 120، ونحب فهمتي نأكد أن المحامي التونسية كانت فهمتي من اول فهمتي معناها ظهورها الى اليوم الناس هذا، هي فهمتي احد معناها الاسس لبناء دوله فهمتي عصريه وديمقراطيه، وناضت المحاماه لبناء فهمتي معناها الدوله الديمقراطيه اللي تخدم المواطن بالاساس. هكا نكون وصلنا لنهايه المداخله نتاعنا، الكلمه ليك منى.